نصل مشاهدينا إلى فقرة ضيف اليوم، وفيها نستقبل المحلل السياسي الدكتور محمد العمراني بخبزة. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا بكم. اليوم رقم قياسي في عدد الحالات التعافي من الوباء، بلغت 434 حالة إضافة إلى تسجيل 26 إصابة. هذه مؤشرات وصفت بالإيجابية، هل بدأنا ربما نرى النور في آخر النفق؟ بالفعل، على اعتبار أن بداية ظهور وبروز هذا النور الذي انتظرناه طويلا، تم اعتماد مدة حج 3 مرات متتالية. الآن ربما بعض المعطيات والمؤشرات التي تدل على أننا بدأنا نجني ثمار المجهودات التي بذلت لحد الآن، وإن كان أن هذه الحصيلة هي كذلك تأتي رغم أن بعض الإجراءات قد تم اعتمادها الآن للتخفيف نوعا ما ونسبيا من الإجراءات التي تم اتخاذها مع بداية الحجر الصحي، خاصة فيما يتعلق بإمكانية عودة بعض الأنشطة الاقتصادية في حدود معينة وضمن شروط معينة. إذن رغم إذا كان هناك نتائج، وهذا ما يدل على أننا في الطريق الصحيح. طيب دكتور، يبقى الخطر الأكبر، نحن نستضيف كما تعرف في ميديا أن تي في يوميا أطباء يحذرون من البؤر الصناعية، هل من منفذ لتجنب الإصابات في هذه البؤر التي ما زالت تشكل خطرا محدقا؟ بالفعل، لأن هذه البؤر هي التي كانت محطة شك في الأيام القليلة الماضية، خاصة عندما تم تسجيل أعداد كبيرة بالإصابة في مناطق مختلفة، خاصة في المدن الصناعية كطنجة كالدار البيضاء على سبيل المثال. وهذا الأمر كان ناتج لضعف التزام المقاولات بشروط الوقاية التي تطالب وتنادي بها السلطات الحكومية في هذا المجال. إذن الآن ربما أن مع ضرورة إعادة حركة الإنتاج وفتح هذه المقاولات لأبوابها، يستلزم بالضرورة اعتماد هذه الإجراءات، إجراءات السلامة الصحية. إذن في البداية ربما كان هناك نوع من التهاون، ولكن الآن نعتقد أن هناك حرص شديد من قبل السلطات الحكومية التي تعمل على المراقبة، لأن سمعنا كثيرا عن العمليات المراقبة التي تقوم بها الجهات المختصة بشكل دوري، وكذلك اقتناع المسؤولين على المقاولة المغربية بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات، لأن يجب أن نضع نوع من التوازن ما بين مطلبين أساسيين: مطلب إعادة فتح المقاولات لأنها ضرورة اقتصادية ملحة، وفي نفس الوقت التقليص من إمكانية إعادة انتشار الوباء بشكل مخيف. إذن فلا يمكن تحقيق هذا التوازن إلا من خلال احترام أرباب المقاولات بإجراءات السلامة، وكذلك مراقبة السلطات الحكومية لهذه المقاولات. طيب دكتور، اليوم نملك تطبيقا هاتفيا جديدا وقايتنا، ما أهمية أن ربما أن يحظى بشعبية وسطنا جميعا؟ كيف يمكن أن نساعد كذلك؟ هذا الأمر ربما هو ليس الأول، لأن سبق لمديرية الأمن الوطني أن عملت على خلق تطبيق آخر، ولكن هو مرتبط برجال الأمن. الآن لدينا تطبيق يمكن أن يكون شعبي، بمعنى أنه متاح لجميع المواطنين، وهذا يدل على أننا نبدع في طرق المواكبة ورفض انتشار الوباء. حتى لو كان دكتور، إذا تفضلت، ببصمة اختيارية، ولكن كيف يمكن أن يؤثر إيجابا في هذه الظرفية الاستثنائية، لأنه الكل ليس مجبر على تحميله في الحقيقة؟ لا، هو ربما أن هنا تبقى مسألة جد مهمة، وأن مسألة الوعي لدى المواطن المغربي، لأن ربما نلاحظ أن المواطن بدأ ينسجم
بشكل متدرج مع ما تقدمه السلطات العمومية في المغرب. بالفعل أن في البداية يكون نوع من الشك، ولكن الآن وصلنا إلى درجة عالية من التجانس والتفاعل الإيجابي ما بين المواطن وما تقدمه السلطات العمومية في المغرب. فمنسوب الثقة الذي حصل ما بين المواطن والسلطات ربما أنه سيكون جد إيجابي. لماذا؟ لأن اتضح أن ما قامت به الدولة من إجراءات أنها كانت لصالح المواطن المغربي، فبالتالي الآن نعتقد أن سيكون هناك انخراط، وخاصة وأن هذا التطبيق ربما فيه ضمانات مهمة على مستوى ضمان المعطيات الشخصية وحماية هذه المعطيات الشخصية، لأن لا يمكن العمل بهذه التقنية إلا بعدما أن يكون هناك رأي مطابق من قبل جهة معينة وهي التي تحمي المعطيات الشخصية للمواطن المغربي. إذن فأظن أنه سيكون هناك الكثير من الانخراط، بالنظر إلى أن هذا الأمر ربما أنه متاح وبسهولة ولا يتطلب إجراءات معقدة لاعتماده بالنسبة للمواطن المغربي. طيب، ننتظر. الكل في الحقيقة يعبر عن انتظاره الحثيث لرفع الحجر الصحي لكي نبدأ كذلك في تناول ملفات عالقة صعبة. كذلك الأمر يتعلق ب 32 ألف مغربي عالقين في الخارج زيادة على المقيمين كذلك. كيف يمكن أن أي مدخل لهذا الباب دكتور؟ المدخل الحقيقي وهو الآن ربما يمكن أن أقول صراحة أن الآن أصبحنا نتوفر على كل الإمكانات التي تسمح لنا بالتعجيل بتدبير هذا الملف، وخاصة الإمكانات التي أصبحت لدى وزارة الصحة والخبرة لدى أطر وزارة الصحة وكذلك حتى السلطات العمومية الأخرى. تتوقع أن هذا الملف لن يتأخر كثيرا دكتور؟ لا، هو تأخر أكثر من اللازم. أقول لا الآن في الأيام المقبلة. هل ستكون هناك انفراجة؟ لا، أظن أنه سيكون هناك انفراج لأن كل المؤشرات الآن تدل على ذلك. طالما أن كانت هناك خطوات أولى تلك المتعلقة بالعالقين في الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، الآن ربما بعدما أن أصبحت الكثير من المواقع التي كان فيها الحجر يتم فيها الحجر الصحي خاصة الكثير من المستشفيات والفنادق، ربما الآن لدينا القدرة على أن نستوعب هذه الأعداد بوتيرة عالية، لأن نخشى أن يكون التدرج بوتيرة ضعيفة. فمن الأحسن طالما انتظرنا كثيرا من الأحسن أن تكون عملية العودة بالتدرج، ولكن أن يكون بأعداد كبيرة، وخاصة أن هناك اعتبارات الآن أصبحت ملحة للغاية خاصة الجانب الإنساني. طيب، لدينا الآن القدرة الكافية أظن لا على المستوى الصحي ولا على المستوى اللوجستيكي للتعامل بسرعة مع هذا الملف الذي يجب أن لا يطول أكثر مما طال. شكرا جزيلا لكم المحلل السياسي الأستاذ الدكتور محمد العمراني بخبزة على كل هذه التفسيرات.